السلام عليكم، أهلا بكم في قناة المستر. النهاردة هنحل كتاب جيم أولى ثانوي الوحدة الثالثة الدرس الثالث والرابع من صفحة 119 ل 124. انتظرونا. صفحة 119 واحد. The student الطالب نقط. That he had made a mistake إنه ارتكب خطأ. And he apologized واعتذر. اعترف إن ارتكب إيه الخطأ. Admitted. دي لمسة ودي أنكرة ودي إيه قام بطلاء. اتنين. The hospital has asked some يعني المستشفى طلبت ايه some نقط organizations من بعض الايه المنظمات الجمعيات to help raise money في المساعدة في جمع المال يبقى الجمعيات الايه التطوعية voluntary دي معناها متطوع ودي بالغ. تلاتة I don't think أنا لا أعتقد this applicant هذا المتقدم متقدم لوظيفة يعني has the required لديه ايه المطلوب نقط for the job للوظيفة ما عندوش الايه الخبرة المطلوبة للوظيفة experience دي التجربة ودي خدعة او ايه او حيلة ودي مفاجأة. اربعة the project is still at the نقط stage يعني ايه المشروع ما زال في المرحلة ايه نقط we haven't started it yet ما بدأناهوش ايه بعد يبقى في مرحلة الايه التخطيط planning. خمسة the policeman asked the woman رجل الشرطة سأل السيدة طلب منها to not the man who robbed her الرجل اللي ايه سرقها قال لها وصفيه يعني describe يثق. رقم ستة do you هل انت نقط this website هذا الموقع I think it's not original انا لا اعتقد اللي هو ايه ما هوش الموقع الاصلي يبقى هل أنت تثق في هذا الموقع؟ trust دي يعترف ودي يتخيل. رقم سبعة Egypt is home to people يعني مصر إيه تكون وطن أو موطن to people للناس from many different لكثير من الإيه اللي مختلفة ثقافات مختلفة ثقافات cultures دي محاضرات وديت حلول وديت إيه مجتمعات. تمانية The walls of my house الحوائط اللي في منزلي are very dull كئيبة كده and need to be محتاجة ان هي ايه تحتاج to be painted يتم اطلاقها دي يزيل ودي يكسر. تسعة the thieves اللصوص could get into the house قدروا يدخلوا المنزل by a عن طريق ايه by trick بخدعة بحيلة دي معناها ايه اعاقة ودي معناها مسار. أربعة both children كل من الأطفال and نقط can watch this film يقدروا يتفرجوا على الفيلم ده as it is suitable for all ages لأنه مناسب لكل الأعمار يبقى كل من الإيه الأطفال والإيه والبالغين adults الكبار. صفحة 121 واحد بروفيسور يعقوب has not a difference المقصود يعني إيه بقى يعني صنع اختلاف هتبقى الإجابة made to our people's lives لحياة ايه شعبنا. اتنين he was born with a او an هو اتولد بايه نقط but his parents could help him بس والديه قدروا يساعدوه اتولد باعاقة disability دي معناها ايه ذو احتياجات خاصة ودي معناها مقدرة. رقم تلاتة مديني جملة اللي يهمنا the synonym المرادف لكلمة lucky محظوظ كلمة تساويها يعني fortunate دي معناها غير راغب ودي تشك. أربعة I don't respect those أنا لا أحترم هؤلاء who play tricks اللي بيقوموا بإيه بحيل يخدعهم أصدقائهم play tricks on their friends or other people أو الناس اللي إيه الآخرين. خمسة my son has not a great job يعني إيه بقى ابني قام بعمل إيه عظيم when he came first لما طلع الأول في الامتحانات النهائية ما أجريت جوب هنا هنختارهم دان دي تعبيرات بنحفظها زي ما هي كده. ستة how much does يعني ما كمية المقصود ما كمية المال does a person have to اللي الشخص يجب عليه نقط on food every week ينفقها على الطعام كل أسبوع ينفق يبقى spend دي معناها يعترف وديت يحل. رقم سبعة اللي يهمنا هنا the antonym المضاد لكلمة admit يعني يعترف عكس يعترف ينكر deny
دي معناها يثق، دي يعترف، ودي يقر بي. 8 I was prepared، يعني كنت ايه مستعد، يعني to take on the job، ان انا اقوم بالوظيفة او المهمة with all its not risks، بكل الايه المخاطر اللي فيها، المخاطر المرتبطة بالايه بالعمل ده. يعني الاجابة associated، يعني الجملة محتاجة ايه، ده اسم وقبليه صفة، دي صفة، انما دي فعل وديت فعل وديت اسم. رقم 9 في جملة اللي يهمنا، the synonym المرادف لكلمة unusual يعني غير عادي، هتبقى uncommon بتساويها. يعني رقم 10 نقط stories for kids، يعني رواية القصص لإيه للأطفال، is one of my favorite hobbies، من هواياتي المفضلة، telling إن أنا أروي قصص ده للأطفال هوايتي. صفحة 122 واحد نقط on، you will probably wish، يعني انت ايه من المحتمل انك تتمنى ايه that you had worked harder، انك تكون ايه اشتغلت ايه باكثر جدية فيما بعد، هتتمنى كده بقى، يبقى الاجابة later، فيما بعد. 2 the thief made the old man، اللص خلى ايه الراجل العجوز not out all his money، يستخرج يطلع كل فلوسه، يبقى take out. تمام، الاول هنركز مع بعض الفعل ايه made ده، بعد مفعول فهيجي هنا فعل في المصدر، عشان كده اخترنا تيك مصدر. 3 I don't like to spend much time، محبش اقضي وقت كتير قوي كده، نقط تلفزيون في مشاهدة التلفزيون، الفعل spend فهيجي فعل نزود له ing watching. 4 The company is spending، الشركة تنفق نقط on providing technical courses، على ايه توفير الايه الكورسات الايه التقنية الفنية، تصرف ايه الاف الجنيهات، هتبقى الاجابة دي thousands of pounds، دي معناها جهود. 5 English and Chinese، الانجليزي واللغة الايه الصينية، are so important، يكونوا هامين جدا، but the not seems to be more difficult، ولكن ايه اللي تبدو اكثر صعوبة من التانية، ديت ايه الحاجة الأولانية اللي قالها، ودي الحاجة الايه التانية، يبقى الأخير، الأخير فيهم اللي هي تشاينيز، يعني يبقى المقصود كلمة ايه the latter، الثاني في اثنين، الإنجليزي والصيني، يبقى الأخير اللي هو ايه الثاني، اللغة الصينية، ودي اللي قصدها. صفحة 123 واحد I am very good at، لسه قايلينها دي، telling stories، انا جيد جدا في ايه ان انا اروي قصص للاطفال، يبقى الاجابه تيلينج، تخليهم ايه طبعا ايه ميك ذيم اميوزد، يتسلوا. 2 students need to، الطلاب يحتاجوا ان هم ايه نقط their study، دراستهم more carefully، يعملوا ايه في مذاكرتهم او دراستهم بايه بعنايه او بحرص، يخططوا لدراستهم دي، plan to pass their exams، عشان ينجحهم في الامتحانات بتاعتهم، دي معناها ايه سهل او ساده، حاجه كده ايه لونها ساده. 3 doctors and nurses، الاطباء والممرضات، نقط a great job، يعني يقوموا بعمل عظيم، مختارين زيها قبل كده do، to help us، عشان ايه يساعدونا ان احنا نواجه اللي هي الاوبئه pandemics. 4 the not reason، السبب ايه for learning English، تعلم الانجليزيه، is to get a better job، الحصول على وظيفة أفضل في المستقبل، السبب الرئيسي main، دي معناها ممتلئ الجسم. 5 I asked my students not to، طلبت من إيه من الطلاب إن هم ألا نقط anything، أي شيء في المعمل during the experiment، أثناء التجربة طلبت منهم إيه ما يلمسوش حاجة، touch يلمس، دي معناها يثق، ودي معناها إيه التشبث أو قابض. رقم 6 It's important to have a، من المهم إن يكون إيه عندك إيه نقط، if you want to perform better at work، لو أنت عايز إيه تؤدي بشكل جيد في الشغل، يعني لازم تاخد إيه بريك، استراحة. 7 There are two options، في اختيارين for me، ليا بالنسبة لي، to study، إن أنا أدرس philosophy الفلسفة أو التاريخ، I chose the، أنا اخترت إيه بقى؟ اخترت الثاني، التاني في الاتنين دول،
فلسفة ولا التاريخ؟ طبعا التاريخ هتبقى الإجابة latter عند الأخير في 2. 8. He is a very reliable person. هو شخص موثوق فيه. And so we can. لذلك يمكننا إن احنا إيه نعط him to help us من يساعدنا نثق فيه. هتبقى الإجابة trust. 9. He doesn't want. هو مش عايز his mother to marry. مامته تتزوج after his father's death. بعد وفاة والده. He doesn't like to have a. هو مش عايز يكون عنده إيه بقى؟ مش عايز يكون عنده زوج أم step father. دي معناها جدة. رقم 10. The little child. الطفل الصغير. Not breaking the glass of the window. إنه كسر إيه؟ شباك النافذة. By mistake. بالخطأ. اعترف بكده. يبقى الإجابة admitted. So the teacher forgave him. لذلك المدرس إيه؟ سامحه. دي معناها اقترح وديت إيه؟ أنكرة. 11. People from many different. ناس إيه؟ من إيه؟ كثيرة مختلفة. نقط. Will get together. سوف يتقابلهم. During the conference. أثناء المؤتمر. ناس من إيه؟ من ثقافات مختلفة. Cultures. دي معناها إيه؟ حلول وديت تجارب حياتية. 12. Youth اللي هم الشباب. نقط. Is a group of young people. مجموعة من الشباب. Who do things together. بيقوموا بفعل أشياء إيه؟ مع بعضهم يعني إيه؟ بتعاونوا يعني. المهم يبقى youth association. جمعية شباب. اتحاد إيه؟ شباب. دي معناها تفاوض وديت مشاركة ودي معناها اتحاد برضك. 13. The wall will need two more coats. يعني الحائط سوف تحتاج إيه؟ طبقتين زيادة of إيه؟ من الطلاء. بنت. دي معناها نحلة ودي معناها فرشاة رسم. 14. Finally في النهاية. The thief اللص نقط stealing the money. سرقة الفلوس من جيرانه أو من جيراني يعني. يبقى اعترف admitted بسرقة الفلوس. دي معناها تجنبه وديت رفضه. 15. I think you are a. أعتقد إنك إيه وفي علامة تعجب كده. What you think about may never happen. اللي بتفكر فيه ده اللي أنت بتفكر فيه ربما ما يحصلش أبدا. You should concentrate. يجب انك تركز على الايه الشيء الواقعي. يبقى انت شخص ايه دريمر حالم. دي معناها واقعي. 16. رمزي يوزد تو بلاي وبعدين نقط اون هيز فريندز. يعني رمزي اعتاد انه يخدع اصدقائه يكون بحيل على بلاي تريكس اون. 17. Children need to. الأطفال محتاجين إنهم إيه نقط things الأشياء by themselves بأنفسهم. In order to لكي learn from them عشان يتعلموا منها. محتاجين إنهم إيه يجربوا الأشياء بنفسهم. Experience. صفحة 124. 18. The contributions. الإسهامات that parents make to the school funds. الوالدين بيقدموها لتمويل الايه المدرسة ار نقط وبعدين هنا بيقول ايه compulsory يعني ليست ايه اجبارية يبقى هي ايه voluntary تطوعية. دي معناها اجباري وديت متطوع وديت ممنوع. they can decide هما يقدروا يقرروا whether to share or not يقدروا ايه هيشاركم ولا لا يبقى تطوعية. 19. If I am not mistaken لو أنا مش مخطئ you can't لا يمكنك إنك إيه نقط me change my mind ما تقدرش إنك تخليني أغير رأيي make دي معناها إيه يجبر. 20. The children spent their holidays يعني الأطفال قضوا أجازتهم with their father مع باباهم and نقط ومع مين who married him اللي تزوجته after their mother's death بعد وفاة مامتهم مع ايه زوجة امهم step mother. 21. to learn everything from your teachers عشان تتعلم كل حاجة من مدرسينك you should write ايه write down تدون تكتب everything تكتب اي حاجة هما بيقولوها. 22. although he has a برغم ان عنده ايه he became first طلع الاول في مسابقة الايه السباحة عنده اعاقة في هنا ايه محتاجين اسم disability
ده اسم بس جمع، وديت صفة ما تنفعش. 23 Our president's name، اسم رئيسنا، is always دائما not with the great achievements، بالإنجازات العظيمة اللي في مصر. اسم رئيسنا ايه مرتبط بالإنجازات دي؟ associated. الجملة محتاجة صفة، دي هنا ايه verb to be is هنا، ويجي بعديه صفة. دي جت كذا مرة، هتبقى الإجابة بلاي هنا، وإيه هنا إيه في الاختيار التاني أون، يكون بحيل يخدع. 25 هير نوت أوف ذا إيفنتس، للأحداث. ذات إيفنينج ووز موست أميوزينج، يعني وصفها للأحداث هذا المساء ده كانت إيه مسلية. وصف هتبقى الإجابة ديسكريبشن. في هير هنا وفي أوف، يبقى الجملة محتاجة إيه اسم هنا، اخترنا دي عشان دي اسم معنى وصف، انما ديت ايه صفة وديت فعل ودي فعل. 26 The inventions، الاختراعات والاكتشافات of our great scientists، علمائنا العظام، made not to our lives، عملت ايه بقى، احدثت الفارق، made a difference، صنعت اختلاف. 27 Our history teacher، مدرس التاريخ بتاعنا، was a very، كان ايه not man، who knew much about everything، يعرف الكثير عن كل شيء، كان رجل مثقف. ده اسم هنا يجي قبليه صفة في a طبعا، يبقى cultured مثقف، دي صفة بس ما تنفعش، دي معناها هنا ايه ثقافي، وديت ثقافة. من اول 28 بقى عندنا ايه خمس اختيارات، هنختار اتنين. اول جملة اللي يهمنا هنا بيقول لي كلمة ايه voluntary يعني تطوعي، equals تساوي في المعنى كلمة ايه willingly وfree، ادي معناها يعني عن طيب خاطر او ايه او طوعا برغبته، يعني دي معناها اجباري. 29 اللي يهمنا هنا the antonyms، المضاد لكلمة minor يعني الثانوي، عكس ايه ثانوي طبعا مين رئيسي، وميجر دي معناها تافه. 30 ماي دوتر، ابنتي، نقط، ا فيري كليفر بزنس مان، رجل اعمال ايه مقصود، يعني تزوجت رجل اعمال ايه ماهر جدا. طيب تزوجت يبقى مارد، وايه كمان از مارد تو، متزوجه من. 31 اي دونت تراست، انا لا اثق، This tricky man، هذا الرجل المخادع. This means، هذا يعني. I not and him، أنا إيه أشك فيه، يبقى doubt أشك، and إيه disbelieve لا أصدقه. 32 Finally أخيرا I not that he was a liar، إنه كذاب، اكتشفت إنه كذاب، discovered و found out. رقم 30 دي جملة، the synonym، المرادف لكلمة strange يعني غريب، unfamiliar، وكمان unusual، دي معناها شائع ودي معناها طبيعي. وصلنا لنهاية الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله.